السلام عليكم. سلامات. كيف انت شايف؟ مبنشر وبمساعدتك اخوي. عائلتك معك؟ لا والله. والله. اي وش قلت الادب؟ السلام عليكم. سام وش عندك؟ مبنشر اخوي وبيك تساعدني. معك عائله معك احد؟ لا والله لحالي. خلاص بنلبك بنلبك. لازم عائله عشان يساعدون الواحد يعني. خير ايش فيك انت؟ سلامات انت بسبب البنت طلع بس والله صادق. بسيطة بسيطة يا اخي بسيطة. هذا عندك يا الله يهديك. يا اخت اسمك 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 بسرعة. ايش عندك يا محيوكي؟ ايش عندك يا صندوق؟ انت كنت 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 راح تجيب الهاش ثاني وتكتاك بسرعة خلاص. ترى لازم تفرك الكفردات ما تخ السيارة كلها تختلع. صحيح أن سقية الأدب الأدب يا الأدب. ترى ما ليش تسوي بنت وتسوي حركات ليه؟ أنا جايك النار أنا جايك النار تكلم. قليل الأدب أنت وأشكالك يعني عشان حرمة وقفت بس رجال ما توقفون. أنا نوقف بس أنت اللي حيوانك قليل الأدب أنت. سوي فيها مطلع مشتك من تحت مسوي حرمة يا اخي انت عودتك خلصت الكفر؟ اي خلصت. يلا اركب السيارة يلا 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 ابو اركب يا رجال. الشر خايب عليك الشر خايب عليك على اللي يساعدونك. يا خويك وينه؟ خوي راح يجيب لك شاني. انا بركب السيارة وبحتري خويك بكوت اخضر ذا قاعد يسمعنا وبشت. جبت لك يا ابوي جبت تك تاك تك تاك وحمضية ما لقيت الحمضية ما في شاني راح انا بالسيارة تحت ريك. والله زين تحت ريك تقول تعال يلا يلا راح اضف وجهك. يلا الله بيصفق امك على وجهك العيب. ما تستحي على وجهك ما كنت خي. الله يرحم والديك. عشانها بنت بس وقفت وقعدت تمالحون. رحم والديك. خلاص اخر مره راح اركب السياره وفارق. يلا تكفى خوي ليدن. راح اركب السياره راح ما شفتها انت؟ ما شفتها؟ لا انا ما شفتها. انت شفتها انت حلوه هي. انا ما شفتها. دبحت الكبار حقها وركبت. شفتها انت؟ خليت رقمها وبشترك الويكند عندي الويكند الجاي. هاي ما انت محرك انت وياه. اجل ويكند خليك يشتغل ويكند.